الدكتور مصطفى حميدة أستاذ جراحة التجميل في عين شمس. يعني كلامي دايما للناس إن هي يعني الناس شغل الدكاترة كله أو شغل العلم كله في الآخر بيبقى ليه هدف، اللي هو الإنسان العادي، إزاي الإنسان العادي ده هيستفيد من العلم اللي حواليه. فده وظيفة العلماء والناس الإخصائيين، إن هم يوصلوا العلم ده لخدمة المجتمع، لخدمة الناس. وبالتالي المطلوب من الناس إن هي تلجأ إلى الطرق السليمة والطرق الصحيحة والطرق الصحية المضبوطة، إن هي تصل إلى مجال العلم اللي هو يفيدهم، مش يلجأوا إلى إعلانات أو سوشيال ميديا هي اللي بتورديهم في مكان. دلوقتي بقى عندنا الانترنت بتوريك تبص على العالم كله، ان احنا نشوف ايه اللي حوالينا، نسأل، ما نروحش برضو نروح على اعلان وكلام خيالي يبقى موجود في الاعلان وحاجات تجري الريق وتخلي الناس كل واحد او كل واحد هيحسوا ان الجراحة بتاع التجميل دي هتقلبه من يمين لشمال وتخلي حاجات يعني حاجات فظيعة جدا وحاجات هائلة جدا، وفي الآخر يكتشف ان الموضوع كله يعني عبارة عن حاجات ماديات وحاجات لا تنم الى العلم بأي طريقة. فاللي احنا دايما بنسأله او بنطلبه من الناس اللي رايحين يطلبوا جراحات تجميل او يطلبوا اي تدخل جراحة، ارجوكم خذوا حذركم تماما من الاعلانات، من الناس اللي بتوريكم صور ما هي صور حقيقية، صور جاية من كتب أو جاية من هنا أو من هنا، ويسألوا المكان اللي هم رايحين فيه هيتعمل لهم إيه. لأن حاجة يعني في جراحة تجميل بالذات لو اتعمل الجراحة وحصل منها مضاعفات، للأسف ما بنقدرش في معظم الحالات إن احنا نرجع بس الحالة إلى الحالة الطبيعية. فلازم نسأل احنا رايحين فين ورايحين لمين، ونعرف ايه اللي بتعمل لنا. اذا كان بيستخدم الطبيب او الجراح اي مادة ان هو هيدخلها في جسمنا، لازم نبقى عارفين ولازم نسأل عليها ونبقى حذرين تماما، لان المشاكل كتيرة جدا جدا جدا. شكرا جزيلا.